عايزه ادفن جنبهم اقوى واكتر تعليق قاسي اتقال على حد من اهله، مش عايزه ادفن جنبهم، يعني تظل العلاقه مقطوعه لغايه بعد الموت. اولا انتوا فاكرين ان انا بعد اللقاء ده انا ههاجمها، لا انا مش ههاجمها لحد. هتقولي امال انت معاها ومع تصرفاتها، وتصرفاتها دي طايشه، وازاي تعمل كده، وازاي تطلع تعرض نفسها، وازاي تدخل على ابلكيشن جواز، وازاي وازاي وازاي. انا قلت قبل كده ان كل واحد فينا لينا غلطاته، والفرق الوحيد بيني وبين غيري وبينك وبينها وبينه الستر. كلنا بنعمل غلط، ولكن ربنا بيستر على مين ان تفضل الغلطه مستخبيه. هتقولي لي يعني ايه يعني الغلطات متفاوته؟ مش مشكله، ولكن انا قبل كده لما حد سالني على الطلاق قلت لهم ايه، انا ممكن اطلع اقول يا جماعه اللي بتتهان تتطلق، واللي بتضرب تتطلق، واللي مش عارفه ايه بتتطلق. وقلت ايه قبل كده، قلت طب اللي عايزه تتطلق دي او ما تقبليش الاهانه اعملي له بلوك، ما تكلميهوش، كرامتك صونيها. تمام، حلو قوي الكلام الانشا، لكن لما نيجي على ارض الواقع هناك ضرر اكبر بيقع على الست لما تبقى من غير راجل. يعني ممكن الست تبقى من غير راجل وفي نفس الوقت هي حاسه بفراغ، حاسه انها مش تقدر تعيش من غير الراجل ده، حاسه ان هي من غير سند، انها من غير ظهر. في ستات ما بتعرفش تعيش لوحدها، في ستات اتخلقت ما بتعرفش تعيش لوحدها، عايزه يبقى في حد موجود طول الوقت. طيب لما بتيجي الواحده يحصل خلاف بينها وبين جوزها، فما يبقاش عندها غير، وغلط فيها ما يبقاش عندها غير انها تتطلق، بيبقى قدامها خيار من الاثنين، يا اما انها لا اصون كرامتي وامشي وكده وبتاع وافضل لوحدي، لا يا ستي انا هحاول اقومه واحاول اتفق معاه ان هو يبطل اللي هو بيعمله ده، ولكن انا عايزاه. عشان كده قلت مفيش حد يتدخل في داخليات حد، مفيش حد يحكم على حد يقول له لا اتطلق، لا انت ما ينفعش، وانت تفضل كده مهزق طول عمرك، لا. كل واحد ادرى بظروفه، وكل واحد ادرى بحياته، وكل واحد ادرى باللي يقدر يعمله واللي يقدر يستحمله. كل واحد ادرى باللي يقدر يعمله واللي يقدر يستحمله. هي حاسه ان ما عندهاش اهل، طبعا اختارت غلط، وانا قلت لكم قبل كده ان الخوف ساعات هو اللي بيخلينا نختار غلط. طول ما انا خايفه وقلقانه انا مشوشه ومتوتره، فبختار غلط، بختار باكل الاكله دي وبفضل اطافس واكل اكتر من المفروض اكله لغايه ما بطني توجعني، عشان انا خايفه ان بكره ما الاقيش اكل، او اختار اي راجل اشوفه في حياتي عشان يبقى ليا سند، او ان انا اروح اتخطب بسرعه جدا 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 لواحد انا عارفه ان هو وحش قوي 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 عشان ما يفوتنيش القطر. دايما الخوف بيولد القرار الغلط. لكن برضو هرجع تاني واقول طيب انت عايزه زوج وعايزه سند وعايزه ظهر، احترميه بقى، حافظي بقى، ما تروحيش وتعلي صوتك وتفضحي في شغل وتعملي وتسوي هي اعترفت. اذا كنت عايزه سند وظهر وراجل محترم، انت كمان تبقي ست تعرفي تصوني وتحترمي. انا بصراحه يعني استوقفني شيء، يعني دايما لما واحد بيتجوز على مراته بيبقى يا اما قابل حد فوقع في حبه فما عندوش غير الحلال، وفي نفس الوقت أصيل مش عايز يسيب مراته وعياله، أو أنا بديلوش عذر، أنا بقول لكم الحالات يعني، أو راجل بيحب الستات قوي فلما بيشوف ست بيضعف جدا قدامها فعايز يتجوزها. لكن أول مرة في حياتي أشوف راجل متجوز يدخل على أبليكيشن جواز وكده، يبقى الغرض على دخول أبليكيشن الجواز ده مش الجواز. وعشان كده أنا يعني ما بشجعش أبليكيشنز الجواز دي أبدا أبدا أبدا، لأن أنت شعرفك بنية اللي داخل، مين اللي ضمنهولك؟ طب الست هي دخلت وراحت شقة صاحبه ومش عارفة إيه واتجوزت يوم وخلاص، طب ولو اتعملت بقى في واحدة
لسه ما اتجوزتش، يبقى ايه النتيجه؟ زي ما في ناس، يعني انا ما يتهيأليش ابدا ابدا ان في راجل جدي هيدخل على ابلكيشن جواز، لان اكيد عنده قرايب، اكيد عنده صحاب، اكيد عنده شغل، اكيد اكيد بيشوف ناس. الست ممكن تبقى علاقاتها اقل شويه، لكن مين اللي يضمن لحد ان ابلكيشن الجواز ده يبقى الناس اللي داخله عليه عايز تتجوز فعلا؟ مين؟ انا شايف ان ابلكيشنز الجواز دي لازم تتلغي، لازم تتلغي، ولازم يكون عندها عليها رقابه، ولازم يعني لازم يعاقب عليها القانون، لان مين بتقع تحت رقابه من مين؟ هي طلبت تطلع عشان تقول انها اتطلقت، وانا مشفقه الحقيقه على بنتها، لان هي هتفضل تبهدل في نفسها وتبهدل في بنتها طول ما هي في حاجه.